السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور. يعطيك العافية، كيف حالك يا حبايبي؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله. الرابط معاكم، أنتم تقول صح ولا لا؟ ليش مش داخلين لحد الآن؟ أنا بستنى فيكم. آه يا عمار، مش الرابط معاكم؟ معنا دكتور موجود الحين، برجع بسلمهم اياه كمان مرة احتياطا. يلا يا حبيبي.
يعطيكم العافية جميعا، ودائما الموجودين معاي وقريبين على هذا راح نضل أسألهم عشان أتأكد من الصوت. مثلا عمار، أنت سامعني يا عمار؟ سامعك دكتور، سامعك. يلا احنا بدينا يا عمار الحين، وخلينا احنا نبدأ. والمرة اللي فاتت حكينا عن السيرفير وأجزاء السيرفير وأنواع السيرفير. اليوم رايحين نحكي عن كيف بدنا نعمل سيرفينج. بعد ما نعمل سيرفينج كمان كيف احنا كيف بدنا نقرر نسوي الديزاين. وبعدين بدنا نحكي في الجزء الثاني عن الكومبوننتس اوف ار بي دي. انا امبارح وديت لكم فيديوهات عمليه بتبين كيف احنا بنسوي السيرفينج. بعرفش حضرتوهن ولا لا، الاصل انكم حضرتوهن يا حبايبي عشان تكونوا معي في الصوره اليوم، ويتوضح لكم اللي شرحت لكم اياه امبارح ويساعدكم على الشرح اليوم. مثلا عمار يا حبيبي، حضرت الفيديو؟ حضرت واحد فيهم دكتور بس ما كملتوش كامل، فهمنا منه طريقة الانسيرشن اللي شرحت لنا اياها امبارح. ممتاز، وضح لك وساعدك في الفهم، صح ولا لا؟ وضحها وساعد. فاللي بحضره راح اليوم يكون متساعد معي. مع ذلك اليوم بعد اعود اعيد الموضوع ونعاود نشرحه، بس ركزوا معي. الفيديوهات اللي بعطيكم اياها بعد ما انهي من اي محاضره احضروها. فاليوم احنا موضوعنا على ايش؟ موضوعنا على الباث اوف انسيرشن. شو معنى الباث اوف انسيرشن؟ او الباث اوف بليسمنت، ريبليسمنت، طريقه الادخال وطريقه الاخراج للبروسيسز تبعتنا. فاحنا الحين زي ما احنا شايفين انه هذا عندنا الدنشر، عندنا مثلا المريض الارتش اللي موجود هان. شو اي كلاس هذا يا فارس؟ كراس خلاص دكتور، هذا كلاس 1. كلاس 1. ثانك يو. هذا الكلاس 1 شايفين اذا ما في عندنا اندر كات كبيره راح ينزل بشكل افقي، يعني على الزيرو تيلتد، وما يكون في عندنا مشكله في طريقه الادخال تبعه. هذه الطريقه من اول ما نحركه لحد ما يصير له فول سيتد بنسميها ايش؟ انسيرشن ذا باث اوف انسيرشن ايوه بنسميها ذا باث اوف انسيرشن. والحكي اللي حكيناه المره اللي فاتت حتى نربطه في السيرفير، انه عندنا الهايت كونتورز ات شود بي بارالل تو ايتش اذر. حتى احنا في حاله مين؟ في حاله الفيرتيكال يدخلن. هيهم عندنا تو اباتمنت تيث، بروكسيمال سيرفيس وبروكسيمال سيرفيس، واضح؟ هذول اذا كانت حاله بارالل تو ايتش اذر بينزل فيرتيكالي ولا لا؟ على الزيرو تلتد بينزل، شايفين؟ بارالل تو ايتش اذر. بس اذا احنا ميلات بهذا الشكل معناته احنا بدنا ندخلهم بهذا الشكل، واضح؟ دكتور واضح نضطر نلف الدنشر صح؟ نعم. بنلفه على نفس، نضطر نلف الار بي دي الدنشر عشان بدنا يقع. ندخله يا من دخله هيك، يا من دخله انتيريرلي بوستيريرلي، يا من دخله باليمين او اليسار، واضح؟ وهذا واضح احنا بدنا نخططه على السيرفير قبل ما نصنع الدنشر، ونسوي الديزاين تبعنا قبل ما نصنع الدنشر او على الجهه الثانيه زي ما احنا شايفين. والمشكله عندنا انه ملتبل ار بي دي اباتمنت، مش 1 و2 و3، ملتبل. والملتبل ار بي دي اباتمنت معناته بده يكون 3 دي كونسيدريشنز، الباكل والميزيال والباكل واللينجوال، كل هذول ات شود بي بارل تو ايتش اذر، والاندر كات على اليمين مناسب مساوي على الاندر كات على اليسار حتى يدخل البروسيسز تبعه. وهذا بده يتم دراسته على مين؟ على السيرفير. والاندر والكلاس نفسها لما احنا نسوي السيرفي لاين التب تبعتنا وين لازم تكون؟ في الريتنتيف اريا حتى يصير في عندنا ريتنشن. الباث اوف انسيرشن واضح الديفينيشن تبعه، ذا دايركشن ان ويتش اب ريستوريشن اور بروسيسز موف فروم ذا بوينت اوف انيشال كونتاكت وذ ذا سبورتنج تيث تو ذا تيرمينال ريستنج بوزيشن where the occlusal rest and the are seated and the denture base in the contact with the tissue. الآن من اللحظة اللي بده يلامس فيها التيث تبعتنا للحظة اللي يصير فيها full seated، الريست تقعد محلها بالضبط في الريست سيت،
وينغرس هذا الدينشر تبعنا فول سيتد هذا من اول لحظه لحديت ما يصير له فول سيتد. شو بنسميه هذا الدايركشن؟ بات الباث انفنسيف. اوف انسيرشن، لحظه ازالته وخروجه هو بالباث. شو بات الدايركشن؟ بريموفال. هاي الدايركشن اوف موفمنت فروم ريستوريشن from resting to the position of the last contact with the supporting teeth بنسميه الباث of removing. The path followed by the denture from its first contact with the teeth until it is full seated. هذا بنسميه الباث of insertion. وعكسه بكون الباث of removal. الفكرة تبعتنا اللي احنا بدنا نشرحها زي ما احنا شايفين هنا، حتى لو كان implant اللي موجود شايفين it should be parallel to each other. معقول ينزل فيرتيكالي؟ هذا مستحيل ينزل فيرتيكالي، كل واحد منهم رايح في طريق. فعشان هيك يا اما هذول بدنا نسويهم باراليل، واضح نيجي نحف الاباتمنت في السيرفير اله مايكرو موتور وبحف الميتال، او بدنا نضطر نغير الباث انسيرشن حتى ينزل محل. زي ما احنا شايفين هان، وهذه صوره كويسه وجيده للفهم، زي احنا ما شايفين هان عندنا الميتاليك فريم ورك، لو اجينا دخلناه فيرتيكال بينزل، يا هو ضارب هون وضارب هون مش نازل، واضح؟ شو الحل عندنا؟ الحل ان نغير الباث اوف انسيرشن وينزل محله، فهمنا؟ فالباث اوف انسيرشن للبروسيسز بليس تو ريموف ويوجوالي ا سنجل باث اوف انسيرشن، وي شود فايند ا سنجل باث اوف انسيرشن. لو كان ملتبي الباث اوف انسيرشن للبروسيسز تبعنا شو بصير؟ حطيناه فيرتيكالي اللي نزل، حطيناه بكالي نزل، ولينجوالي اللي نزل، يكون لوس ممكن ما يكونش دكتور، بكون وسيع، بكون وسيع ولوس، معناته ما بكون في عندنا ريتنشن. فاحنا لازم يصير في عندنا سنجل باث اوف انسيرشن، وندور على السنجل باث اوف انسيرشن تبعنا حتى احنا يصير في عندنا ريتنشن. واضح الفكرة؟ هذا شو معنى السنجل باث؟ يعطيك العافية دكتور. هاي يدك عافية حبيبي. دكتور في طلاب في الويتنج روم، إذا هيني بدك قاعد بشتغل عليهم، دخلتهم كلهم، يلا بس المرة الجاية ما يتأخروش. إذا الملتبي الباث اوف انسيرشن ما بيصير عندنا، لازم بيصير في عندنا بيصير في عندنا شو؟ بيصير في عندنا لوس وما بيصير في عندنا ريتنشن. نتطلع على الصورة اللي أمامنا. في راس شايف الصورة؟ شايفها دكتور. طلعوا عندنا البيز اوف ذا دينشر ماله؟ عريض، بس الاوبننج اذا بدنا ندخله من بين الاسنان ماله؟ اقل، فهمنا؟ زي المثلث المقلوب، واضح؟ طب احنا بنقدر ندخل هذا البروسيسس، هذا العرض كله من هون، بندخله من بين المسافة بين الاسنان؟ لا لا ما نقدر. فيرتيكالي ما بنقدر ندخله، واضح؟ هنا امامنا حلول. الحل الاولاني اني نيجي نسوي بلوك اوت للمنطقه هذه كلها، بس بيجي هنا فراغات بيطلع حلو. لا لا دكتور، بصير كأنه فاضي من الجنب. ايوه بيطلعش حلو. فاحنا هنا شو لازم نسوي؟ نغير الباث اوف انسيرشن. فبنيجي شو بنسوي؟ بندخله هون وبعدين بنكبسه هون، واضح؟ فهيك غيرنا الباث اوف انسيرشن وحافظنا على الاستاتيك. فاحنا كل شغلتنا في السيرفير انه نوجد الباث انسيرشن تبعنا، واضح؟ ونحافظ على الاستاتيك والفانكشن، واضح؟ واضح دكتور. ولو كان عندنا مثلا في اي 1 باث انسيرشن مثلا الكراون هذا ودخلت على السن، بيمسك ولا ما بيمسك الكراون؟ بيمسك وبصير ريتنتيف. بس لو كان ملتبي الباث في انسيرشن بدخل على اليمين وبدخل على اليسار وفي اي طريقه بدخل، معناته شو مالها هذه؟ وسيعه، وسيعه ولا بصير not retentive. ما بتصير في ريتنشن وات از نوت ريتنتيف. هذا فكره السنجل باث في انسيرشن. لو اجينا هنا وطلعنا على الصوره هنا بنلاحظ انه احنا مسويين اتاتشمنت في الدنشر تبعنا بده يدخل في الروت عشان يمسك كويس، يصير في عندنا ريتنشن. بس تطلعوا الاوبنج تبعنا ما اصغره، شايفينه من هنا لهون اكثر، فهذه منطقه اندر كات. اذا ظلينا هيك وركبنا راسنا ممكن يدخل هون،
لا بقدر، بتقدرش يعني تنزل. سوينا الديزاين بهذا الشكل، بدخل هون ايوه ما دخل، شايفين ما اجى هون ولا عمره بدخل. فالمنطقة هذه شو سوينا لها؟ بلوك اوت. سوينا بلوك للاندر كات، ايوه شايفين، وما وصل لهون، بس ما بيأثرنا على الاستاتيك. دخل ولا ما دخل؟ داخل دخل، معناته احنا في عنا طريقة، يا اما بنسوي بلوك للاندر كات، او من هاي زي ما سوينا، او بنغير الباث اوف انسيرشن زي الحال اللي قبل. عندنا الباث اوف انسيرشن اللي هو سنجل باث اوف انسيرشن، امتى بكون؟ اذا كان في عندنا بروكسيمال، شايفين مثلا في عندنا بروكسيمال سيرفيس من هون وبروكسيمال سيرفيس من هون، زي ما السن اللي موجود من هان وسن موجود من هان، ودخلناه فيرتيكالي، وهذا السن من هون ومن هان باراليل تو ايتش اذر، بدخل فيرتيكالي ولا ما بدخل؟ اه بدخل دكتور. هنا بكون sufficient guide service. هاي في عندنا service guide service guide proximal service، بدخل بصير في عندنا single path of insertion. بس اذا كانت الملتبل path of insertion بالعكس، كان الاوبننج اوسع وهنا منطقه اقل، فممكن يتحرك يمين ويسار. فهمنا هذا كويس؟ انه طبعا مش لا كويس لانه بصير ريتنتف، فاحنا لازم ندور على السنجل باث اوف انسيرشن اللي بيحدد اللي راح يعطينا ريتنشن. فهمنا؟ كمان الملتبل باث اوف انسيرشن، اذا جينا سوينا هنا في اندر كات، اجينا فتحنا البلوك اوت للاندر كات كبيره وفتحناها وخلينا الاندر كات تبعتنا كبيره، راح يسوي فراغات وراح يسوي هنا عندنا انه ما يكون ما في بريسنج، يعني ما في تحشير، ما تحشروا اجا 100%. فهذا لازم نفهم وناخذ في اعتبارنا لما نخطط للدينشر للباث اوف انسيرشن تبعنا. لاحظوا الصوره اللي اعطيتكم قبل اياها شويه، ان الاوبننج كان صغير، كانوا يقولوا في حل مثلا بدل ما ندخله في الاندر كات بنقسمه البلاتال جزء والانتيرير جزء، فهمنا؟ وبنيجي بندخله هذا فيرتيكالي وهذا هوريزونتالي، وهذا بتدخل في الاتاتشمنت تبعتنا وبسكره. صحيح احنا يعني هيك بعدنا عن قصه الاندر كات وما سوينا بلوك اوت، بلوك اوت الاندر كات واجا جميل لانه غطى المنطقه هذه وغطى الفراغات، بس مع بس مش عملي. فهمنا؟ ممكن يكسر هذا بعد فتره مع الشغل تبعنا، فعشان هيك احنا لازم ندور كمان على الحلول العمليه وعلى الحلول اللي بتعطينا فانكشن وتعطينا استاتيك، فبنغير الباث والانسيرشن تبعنا لهذا المنطقه. في عندنا الباث اوف انسيرشن اللي هو بكون روتيشنال باث اوف انسيرشن، شو يعني ممكن احنا ان نستخدمه حتى يصير في عندنا ريتنشن. مثلا شايفين انه الاوبننج هان اقل من البيز اللي هان، معقول يدخل فيرتيكالي؟ لا لا بتخلص دكتور. بدخلش الا اذا دخلناه في اليمين وبعدين كبسنا على اليسار، واضح؟ فاحنا هنا بدنا دائما نغير الباث اوف انسيرشن تبعنا حتى يحقق لنا الريتنشن ويحقق لنا الاستاتيك تبعتنا. وعكس هذا الكلام مين؟ الباث اوف ديسبليسمنت. كيف بده يطلع؟ الان احنا في فاكتورز ديترمينايز ذا باث اوف انسيرشن اور ريموفال. في اربعه فاكتورز قبل ما نبدا احنا في السيرفينج لازم نفهمها. في عندنا شيء اسمه جايد سيرفيسز، هذول على بروكسيمال سيرفيسز، بروكسيمال انتيرير ديستال بروكسيمال سيرفيس وانتيرير بروكسيمال سيرفيس، وعندنا الريتنتيف ارياز اللي هي مناطق الاندر كات الموجوده في الاسنان اللي بدنا نحددها ويدخل فيها الكلاسب تبعنا، وعندنا الانترفيرنسز اللي هي النتوءات العظميه او السوفت تيشو نتوءات اللي بتمنع دخول الدنشر تبعنا في طريقه للفول سيت. هذا بدنا نتعامل معها، يا بنسوي لها بلوك اوت، يا اما بنسوي ريموفال لها، يا اما احنا بدنا نغير كل الباث سيرشن تبعنا. وبدنا ناخذ في اعتبارنا الاستاتيك، بدنا ناخذ في اعتبارنا كيف احنا هذا الديزاين تبعنا لازم يكون جميل وما ياثر على الناحيه الجماليه، وما يكون الدنشر تبعنا مبين والمثل تبعنا مبين. اذا هذول الاربع شغلات هم اللي بدهم يحددوا لنا الباث اوف انسيرشن. فاحنا لما نحدد الجايد بلينز والريتنتيف ارياز والاستاتيك والريتنتيف ارياز، كل هذول الاربع شغلات والانترفيرنسز لما ناخذهم واحده واحده
وكلن مع بعضهن نحددهن نصل للباث اوف انسيرشن، والباث اوف انسيرشن في الاخير بناء عليه بنحط الديزاين تبع. ماشي؟ ماشي فراس؟ اوه تمام دكتور. طيب انا بدي اشرح شوي قبل ما امضي في الموضوع، بدي اشرح شوي عشان نفهم. اجينا للجايد بلينز، يعني انين الجايد بلينز هذولا عباره عن البروكسيمال سيرفيس تبعت الاسنان، صح ولا لا؟ هاي بروكسيمال سيرفيس وهي بروكسيمال سيرفيس، فهمنا؟ نيجي اول شيء بنحدد اذا كان بارلل تو ايتش اذر هذول الاثنين، معناته عرض زيرو تيلتنج، لا حركنا لا انتيرير ولا بوستيرير ولا يمين ولا يسار، معناته هذا الدينشر تبعنا اذا بهذا بارلل تو بارلل، بس اخذنا الجايد بلينز، بينزل فيرتيكالي ولا ما بينزل بدون اعاقه؟ بنزل بينزل. بس اذا كان مش بارلل، هذا رايحه هيك وهذا رايحه هيك، بينزل؟ لا ما بنزل، بنضطر نسوي له او تلت هذا بعدين. رايحه هيك وهذا رايحه هيك، فهيك بنضطر ان بدنا ندخله، بدنا نحرك، اسمعوا بدنا نحرك انتيريرلي بوستيريرلي عشان نعمل توازي بين السطحين هذول، واضح؟ واضح دكتور. بس لما نعمل انتيرير بوستيريرلي مو في اذر كومبوننتس زي مين؟ زي الكلاسب. طب الكلاسب كيف بدنا نحدده؟ بدنا نحدده بناء على البوزيشن اللي حطيناه انتيريرلي او بوستيريرلي. هنا بنضطر ننتقل لمين؟ لما حددنا انتيريرلي او بوستيريرلي او على الزيرو اذا هن بارلل، فهمنا؟ او على الزيرو اذا هن بارلل، مش بارلل معناته بدنا نخليهم بارلل باي تيلتنج ذا كاست على السيرفير انتيريرلي او بوستيرير، فاهمين؟ فاهمين دكتور. بس ما هو هسه احنا مش بس هذول اللي بدي الاليمنت اللي بدي ايه البروكسيمال بليت اللي بدها تلامس البروكسيمال سيرفيس للاسنان من هون من هون، مش بس هذول هم، عندنا كمان كلاس بده يمسك في الباكال سيرفيس، معناته احنا لازم نحدد مين كمان؟ لازم نحدد الاندر كات اريا الريتنتيف اريا. بنيجي على الاسنان، هذه نمبر 2 ريتنتيف اريا، بنحدد هاي الاسنان من هون، بنحدد السيرفي لاين وبنشوف، واضح؟ بناء على التلتنج اللي حطيناه في الجايد بليز، اذا الاندر كات على اليمين بتساوي الاندر على الكات على اليسار على هذا التلت، معناته احنا بنخليه وبنرسم مين؟ بنسوي ديزاين تبعنا للكلاس في هذا البوزيشن. طيب إذا مش equal to each other شو بنضطر نحرك؟ بنضطر نحرك يمين أو يسار. يمين يسار. أيوه، حركنا يمين وأجن وصار equal من ثبته على اليمين، بنقول ممتاز، معناته بنحط هنا مين؟ بنحط الكلاس تبعنا في هذا البوزيشن لما بدنا نسوي ديزاين. بس كل هذا الحكي ما قررنا، بدنا نشوف العامل اللي بعده. بنشوف العامل اللي بعده اللي هو مين؟ الانترفيرنسز. بنشوف إنه السن في له كاسب من هون، طب اذا بدي انزل بضرب في الكاسب مثلا كرابلي كاسب هون طالع على برض، فانا اذا شفته قليل باجي بحفه بسوي له بريباريشن بالسن، بصير لما يدخل ما يضرب فيه. طب اجيت شفت الالفيلر ريدج مطعود وداخل لي كمان شو داخل الالفيلر ريدج عندي مسوي لي اندر كات زي الصوره اللي وريتكم اياها هناك، عندي حلين، يا اما بسوي له بلوك اوت او اذا ما زبط شو بسوي؟ بغير الباث اوف انسيرشن، فهمنا؟ بسوي له تلت يمين او يسار حتى يزبط معي. زبط معي واجيت شفت وين السيرفي لاين، باجي للعامل الرابع للاستاتيك، حسيت مثلا في الابر ان السيرفي لاين اجى هابط على البوزيشن هذا لما خططته على الكناين، معناته الريتنتيف تيب تبع الكلاس لما اضحك واحطه ببين ولا ما ببين؟ ببين ببين دكتور. فاستيتيكلي مش ظابط. هانا امامي حلين، يا بغير الديزاين بجيب الكلاس من فوق بدل جينجيفالي ابروتش بدل ما اجيبه من الاكلوزال ابروتش، ما ظبط معاي وما وصل، بعاود اغير الباث اوف انسيرشن، فهمنا؟ بظن اغير في الباث اوف انسيرشن تتحقق عندي الاربع شغلات الجايد بلينز الريتنتيف ارياز الانترفيرنسز والاستاتيك. اذا تحقق ان عندي الاربع شغلات معناته شو عندي؟ ببدا اسوي في الديزاين بناء على السيرفي لاين وعلى هذا البوزيشن اللي انا حددته، فهمنا؟
فهمت دكتور، وصلت. ايوه، فالحين بدنا نبدا فين واحد واحد، هذا مقدمه للحكي، نبدا فين نشرح واحد واحد بناء على الشرح اللي حكيت لكم اياه. ننطلق واحد واحد فين. نيجي الحين لمين؟ للجايد سيرفيس. الجايد سيرفيس هن عباره عن تو اور مور بارالل اكسيال سيرفيس اون ذا اباتمنت تيث، على الاسنان اللي بدنا نستخدمها از ان اباتمنت، فهمنا؟ which can be used to eliminate the path of insertion. Eliminate يعني بدنا نخليه single path of insertion، ما نخليه وسيع. To improve the stability and retention. زي ما احنا شايفين هاي proximal service و proximal service. إذا كان in parallel بدخل vertical وبحشر بينه. فهمنا؟ بحشر بينه، معناته ما في حركة، معناته one path of insertion. واضح؟ واضح دكتور. كويس. معناته الجايد بلينز should be our flat surface prepared on the abutment teeth. ما هو عندنا لما بده لامس، ما هي المنطقه هذه مش فلات، وفي عندنا شو؟ عندنا هاي في كونتور، فاحنا بدنا نسوي لهن بريباريشن. لو قسمنا السن فبنسوي له بريباريشن حتى يكون فلات، يجي لامس السن، وكل ما لمس سن الدنشر في موضع اكثر، كل ما كان في عندنا بريسنج وريتينشن اكثر. بريسنج يعني تحشير، واضح؟ وصار في عندنا ايش؟ ريتينشن اكثر. فاحنا بنسوي بريباريشن للاسنان، معناته موست افكتيف وين هذول الجايد بلينز بارالل تو ايتش اذر، لما يكون موازيات السطوح لبعضهن، ومور ذان وان كومون اكسيال سيرفيس، اكثر من واحد، ولا هاي بارالل تو ايتش اذر ودايركتلي ابوزنج تو ايتش اذر، فهمنا؟ والمساحه اللي بده يغطيها البليت اللي بده لامس، شايفين سوينا بريباريشن، ما ظل في عندي منطقة بلج، سويت لها بريباريشن عشان يلامس عليها، فهمنا؟ هنا اسمه بروكسيمال بليت للسن، بروكسيمال سيرفيس، وهذه بليت تيجي من السن اوب تمسك عليه من جهة، واوب تمسك عليه من جهة ثانية، بتسوي لنا الضغط بريسنج، فهمنا؟ بتحشر الدنشر في هذه المنطقة. فاحنا بنسوي بريبيرد اون ذا سيبرال تيث كفر ا لارج سيرفيس اريا، نسوي لنا كفرنج مش لاين ولا بوينت، بده يسوي لنا لارج كفرنج اريا، بنسوي بريبريشن له. فعشان هيك شايفين في البروكسيمال فيو هذه كويس ممتاز ايديال، هذه اكسبتبل اقل غطى، لما لاين بصير دايفرجن له وتو شورت اذا كان بهذا الشكل، فاحنا لازم نسوي له بريبريشن. شايفين بارالل لامس كثير من السن، فهمنا؟ انا لامس اقل اقل اقل، احسن شيء شو؟ لامس مسافه كبيره وبكون بارالل للسن المقابل، واضح؟ واضح. ممتاز يا حبايبي. منيجي احنا بالهاي سبيد، هذه المنطقه البلجي بنسوي لها ايش؟ بريباريشن حتى يصير يلامس مساحه اكبر. هيا سوينا لها بريباريشن، تاكدنا بالانلايزنج رود انه المنطقه هذه ما اعطيتنا اندر كات، فبدنا نشيل من ابر حتى يصير يلامس عنه. شايفين؟ معناته احنا شو بدنا نسوي؟ وهذا البريباريشن امتى بنسميه؟ في نهايه، في نهايه ايش؟ سيرفين. بعد ما نسوي سيرفين ونخطط ونحط انه اعتمدناه واعتمدناه في هذا البوزيشن، بعد ما تاكدنا من الجايد بليز وانتهينا من ريتنتيف ارياز وانتهينا من انترفيرنسز وانتهينا من الاستيتيك كونسيدريشنز، بنيجي بنحط على الاسنان الاباتمنت هذول بدنا نحفهم، وبنروح على السكند فيزيت. لما نروح على السكند فيزيت بنسوي بريباريشن ويتش از كولد تم المريض ماوث بريباريشن. السكند فيزيت بنيجي بنعملها في تم المريض، فهمنا؟ بنسوي سيلكت للباث انسيرشن الديزاين للبارشال دينشر، بعدين من سيلكت للنمبر اوف بورشن اوف جايد بلينز والبوزيشن للجايد بلينز، وبعدين بنسوي بريبريشن للجايد بلينز. طبعا هذا كيف فكره التحشير للجايد بلينز، زي الويندو شايفينه، لازم الويندو يكون معقول نبعده عن الحيط من هان ونبعده عن الحيط من هان، يصير لما ندفعه يقع ولا لا؟ بالضبط دكتور. فلازم يكون فت و100%، هذا البريسنج تبعنا، فهمنا؟ ما يكون بعيد بينكسر.
الريكويرمنت اوف جايد بلينز، هاي اجينا على مين؟ على السيرفير تبعنا عشان نعرف الريكويرمنت تبعها. لو اجينا على السيرفيسز زي ما احنا شايفين هون، هذا اللونج اكسس اوف ذا توث، المحور العمودي واللونج اكسس اوف ذا توث، هذا ابارتمنت وهذا ابارتمنت، وهنا بينهم سد الاريا، صح ولا لا؟ صحيح دكتور. وهنا لازم يدخل، شايفين هنا لانه هذا الوول بارالل تو هذا، شو معناه؟ بدخل فيرتيكالي ولا لا؟ على الزيرو، شايفينه على التيبل على الزيرو تيلت، فهمناه؟ بدخل ولا ما بدخل؟ بدخل. فيرتيكالي بدخل، هذا سهل، معناته ما بنغير البوزيشن تبعنا لا انثيريرلي ولا بوستيريرلي، صح؟ صحيح. وهي بارالل هذا، هذا بارالل مع هذا، هذا بارالل مع، بنشوفهم كليتهم، اذا بارالل ما بنغير. بس تعالوا هاي هذول بارلل بارلل ابات متيث بارلل، كل البارلل جايات مع بعض، لونج اكسس كليتهم مع بعض، وبالسيرفير بالعين شفنا، فهمنا؟ بنجيب واحد اثنين ثلاث، هاي السيرفير دخلناه، هذا بارلل مع بعض. في داعي ان نغير البوزيشن تبعتنا عشان نجيبهم بارلل مع بعض، يمي انتيريرلي بوستيريرلي؟ لا، لا، كلهم بيدخلوا ما هم فيرتيكال. بارلل، فهمنا؟ بس تعالوا نشوف الحاله اللي بعدها، كل واحد منهم رايح في اتجاه، صح ولا لا؟ هذا السن رايح هيك، هذا السن رايح هيك، هذا السن رايح هيك، وعلى الجهة الثانية. طيب وهي لما حطيناه طلع فيها انا اندر كات، هذه الاندر كات لو انها بسيطة بدهاش تسوي لنا فراغ كبير، شو بنسوي لها؟ بلوك بلوك، بلوك اوت. بلوك اوت للاندر كات. بس انا لا، الفراغ كبير راح يسوي لنا تجمع للاكل، فهمنا؟ وما يصير في عندنا ريتنشن، فهنا بدنا نضطر نحرك الاسنان، نحرك الباث اوف انسيشن، نميله يمين او نميله ليسار حتى يصير عندنا كلهم بارلل مع بعض، فهمنا؟ يعني بنضل نعمل تلتينج لحتى يصيروا كلهم بارلل. بارلل يمين او يسار، بمعنى الفكره انه كانه لما بدنا نصنع لما بدنا نصنع الدنشر تبعنا، لما طريقه ادخاله شو تصير؟ ما بتيجي فيرتيكالي، بتيجي يمين او يسار. طب ليش بنسوي الحكي هذا؟ لانه احنا بدنا ناخذ اذر كومبوننت، حتى لو دخل فيرتيكالي او يمين او يسار، بدنا ناخذ في اعتبارنا كمان انه بده يجي السيرفي لاين، بدنا نخطط السيرفي لاين بناء على البوزيشن عشان نحط مين كمان؟ الكلاس، واضح؟ واضح دكتور. ايوه، هاي الصوره هذه بتوضح لك الصوره اللي انت سالت عنها. الحين هاي هم موجودات، هل هذا بارالل بروكسيمال بارالل تو ايتش اذر؟ دكتور بارالل. لا مش بارالل، هاي هذا طالع هيك وهذا مايل هيك، فهمنا؟ والدليل على ذلك، دليل على ذلك، لاحظ انه المسافه الاوبننج منها اقل ولا لا من المسافه اللي تحت البيز؟ دكتور مش عارف والله، أنا مش شايفهم كأنهم جايين بارلل مع بعض. لا مش بارلل، هاي هذا مايل يا حبيبي، شايفه مايل باتجاه مين؟ مايل باتجاه شوي طيب في حط النظر خط من كده. هون، هاي البروكسيمال، هذا يا حبيبي البروكسيمال سيرفس، حط خط وين بيطلع الخط هيك، صح؟ مظبوط. طيب حط خط من البروكسيمال سيرفس، هذا وين بيطلع؟ هيك، لا دكتور، يعني هذا هيك مازيل وهذا هيك طالع، هذول بارلل تو ايتش اذر؟ لا لازم يكونون هيك البارلل، هذا مش بارلل. وشوف المسافة، هيها المسافة من هون الاوبننج زي المسافة من هون عند الالفيلار ريدج، لا، تحت أكبر. ام هو يا حبيبي احنا في البليمتر، احنا بنستخدم جدار قاعدين بالمتر، مليمتر بتفرق معانا، فهمنا؟ فلو تمام ركبنا راسنا وخليناه فيرتيكالي، هينا دخلناه فيرتيكالي، دخل لا لا لانه البيز هذا اللي بده يجي هان اكبر من الاوبننج، ما بدخل. بس لاحظ هو نفسه دخلها، كيف دخل؟ جبناه انتيريرلي وكبسناه بوستيريرلي، فهمت؟ تمام دكتور، فهمت عليك. هذا تغيير الباث اوف انسيرشن. فعشان هيك لو احنا ما اخذناش في اعتبار كمان الكلاسب هذه اللي هي النقطة الثانية الريتنتيف اريا، لازم حطينا سيرفي لاين واحنا نخطط، وحطينا الكلاس تبعنا هذا في المنطقة هذا وصممناه، لو ما صممناهوش على هذا البوزيشن هذا ممكن ينزل، بس هذا بضربه بنزلش، فهمنا؟
فاحنا كمان في اعتبارنا لما حطينا البوزيشن، حطينا السيرفي لاين وصممنا الكلاسب على هذا البوزيشن، واضح؟ يدخل في منطقة الاندر كات على هذا البوزيشن، واضح؟ واضح. واضح. كمان مرة بعيد عشان اللي ما فهمش، لو اجينا حطينا احنا اخذنا السيرفي لاين، ممكن اللاين هنا في حالة احنا ما غيرناش البوزيشن، صح؟ اللاين يجي فوق ولا لا؟ مش زي البيضة قلنا بيجي فوق اذا هو مش مايل على الهايف كونتور، صح ولا لا؟ صحيح دكتور. وصممنا الكلاس تبعنا على الخط هذا وركبنا راسنا، بدخل هان في حالة التمييل لا ولا لا بدخل دكتور. ما بدخل؟ فالاصل احنا رسمنا ميلناه انتيريوري وحطينا السيرفي لاين في حالة انه مايل، فبدخل في المنطقة هذه في حالة، فعشان هيك ضمننا بالسيرفي لاين، ضمننا انه احنا انه هذا يدخل ولو انه في اندر كات عندنا، ولو انه مش بارلل، يدخل انتيريورلي بعدين بوستيريورلي، واضح؟ واضح دكتور. يا معناته البريبريشن اوف ذا ريست اولويز فولوز ذا جايدنج بلين بريبريشن، هذه القاعدة لازم تعرفوها، انه احنا لما بدنا نسوي البروكسيمال سيرفيسز بارلل تو ايتش اذر، وما في عندنا كمان ريست بدها تيجي هون، دائما مين بنبدا؟ نبدا في الجايد بلينز بنسوي بريبريشن، ما بنبدا بالريست لانه في انجل، لازم الانجل تكون اقل من 90، اذا بدينا في الريست بريبريشن بتتغير الانجل. هذا بتاخذوه وشوي بشرح لكم اياها لما نحكي عن الريست، بس احفظوها انه البريبريشن اوف ذا ريست اولويز فولو ذا جايد بلينز، مين اللي بنبدا فيه؟ الجايد بلينز هن اللي مسويين بريبريشن قبل ما نسوي بريبريشن للريس سيت. هاي البروكسيمال سيرفيس شايفين، وبده يكون عندنا بارلل تو ايتش اذر، وهاي البروكسيمال سيرفيس كمان. هاي البروكسيمال سيرفيس وهنا بروكسيمال سيرفيس وهاي بروكسيمال سيرفيس. اذا البروكسيمال سيرفيس اذا كان بارلل تو ايتش اذر مالهم؟ بظل على التلتنج، يعني على الهوريزونتالي 100%، لا في تلتنج لليمين ولا في تلتنج لليسار، للانتيرير ولا للبوستيرير، انتيرير بوستيرير. اذا كان مش بارلل نتحرك باي اتجاه؟ Anterior انتيرير posterior. ثانكيو، على التيبل تبعنا، وبناء عليه بدنا نرسم السيرفي لاين. ليش بدنا نرسم السيرفي لاين؟ هاي السيرفي لاين بنيجي احنا لازم الكلاس تبعنا يجي في وين؟ في منطقه الاندر كات، الجنجيفال في الجنجيفال بارت، في من المنطقه الاندر كات اللي هو بيلو ذا سيرفي لاين حتى يصير في عندنا ريتيج، صح؟ صحيح. بارك الله فيك. احنا الحين بنكون شو سوينا؟ الريتنتيف حكينا، الريتنتيف كلاس بده يكون ان ابوزنج تو ايتش اذر وذ ذا كوركتلي ديزاين ريتنشن ايتش برنسبل اباتمنت شود بي بالانس ذات اوف ذا توث اوف ذا اوبوزايت سايد اوف ذا تيث، فهمنا؟ ايكوال ذا اوبوزايت ريتنتيف لوكيشن، عشان هيك احنا بلازم كمان بعد ما درسنا هي الرول تبعنا، الريتنتيف تيب شود بي يوجوالي بي ديزاين تو بي بليست ان ذا ثيرد جينجيفال بارت، فهمنا؟ تحت اللينجوا، تحت السيرفي لاين، عشان يصير في عندنا ريتنشن. الان احنا بدنا نحكي عن الانترفيرنسز كمان. شو معنى الانترفيرنسز؟ دقيقة واحدة. قبل الانترفيرنسز بدنا نحكي عن مين؟ سامعيني يا شباب؟ الو الو. دكتور. اذا لما خلصنا الجايد بلينز بدنا نشوف الانترفيرنس الريتنتيف ارياز، يعني بدنا نحدد الريتنتيف ارياز، لما نحددها شو بدنا نحدد؟ البوزيشن تبع مين؟ تبع الكلاس، صح ولا لا؟ مظبوط دكتور.
بتتذكروا قلنا لما دخلناه اندخل، بس لازم كنا واخذين في اعتبارنا انه السيرفي لاين وين نحط الكلاس. بعد ما حددنا الجايد بلينز نيجي للنقطه اللي بعدها الريتنتيف ارياز. شو يعني الريتنتيف ارياز؟ الريتنتيف ارياز يا حبايبي انه بده يكون ايكوال اون اول ابارتمنت، كل الابارتمنت لازم الاندر، مقدار الاندر كات لازم يكون عندهم نفس الشيء ومساوي لبعض، ولا ما بدخل عندنا في اي بوزيشن اذا بدنا نحركه رايت ليفت. رايت ليفت. فعشان هيك شو بنسوي؟ انه الكلاس هاز ديفرنت باث وانت ذات جايدنج بلينز بيختلف عنه، لانه اند ذير فور ماست فليكس وين ذا دينشر از ريموفد ذيس بروفايد ريتينشر فروم ذا دينشر. بمعنى احنا الجايد بلينز مش فليكسبل، بدهن يجين يمك يلامس البروكسيمال سيرفيس من هان وبروكسيمال سيرفيس من هان، ويصير هن شو منها شو مالهم، يصير الريتنتيف ومحشرات، فهمنا؟ بريسنج حشر انه دخلن فيهن فليكسبيليتي ما لا في. دكتور، ما في اذا المفروض. الحين الريتنتيف ارياز بدنا نشوف كيف احنا هن فليكسبل، كيف بدنا نعتمد عليه. بس احنا ثبتنا الدينشر في اي بوزيشن؟ في الانتيرير بوستيرير، صح ولا لا؟ اه مظبوط دكتور. اذا الان الحين بدنا نيجي نحكي عن الريتنتيف ارياز، نحكي انه هذا الكلاس تبعنا لازم يجي في الريتنتيف تيب، معناته بدنا نيجي على الاسنان تبعتنا ونسوي السيرفي لاين في بناء على البوزيشن الاولاني. فبنشوف وحكينا على الرول تبعنا، فلازم هذا السيرفي لاين اذا كان الابارتمنت تيف على اليمين مقدار الاندر كات بالاندر كات جيج 25 وعلى اليسار 25 على الزيرو تلتد، معناته مالين كل الابارتمنت مساويات، بغير اشي؟ لا لا ما دكتور، بغير اشي. تتذكروا في الجايد بلينز احنا كنا نحكي عن الباراليزم تبعهم، السطوح موازيات، عن الريتنتيف اريا بنحكي عن مقدار الاندر كات اللي هي المنطقه هذه اللي بدنا نقيسها كمان شوي، فهمنا؟ منطقه الاندر كات اذا كان كل ابارتمنت بدنا نحط عليه، لا بدنا نحط عليه الكلاس عشان احنا نصير في عندنا ريتنشن، مقدار الاندر كات عنده على اليمين على الابارتمنت الشمال يساوي، معناته بنغير التلتنج تبعنا؟ لا ما لا بنغير. ايوه اذا كان مش مساويات بدنا نسوي تلت على اليمين وتلت على اليسار تيصير المتساوي، واضح؟ واضح دكتور. اذا بس في دكتور، هالحين هلا انت لما حكيت من حركه رايت تو ليفت، انت قصدك من حركه ميديال ولاترال ولا باتجاه الاسنان الاباتمنت لا بالضبط؟ هيو على هاي هاي اللي قبل شوية، شايفين؟ شايفة حبيبي؟ هيو على التيبل، هذا التيبل يا اما بصير انتيريرلي من ميله او بوستيريرلي او على اليمين او على الخلف، فهمنا؟ اه فهمت عليك دكتور. تيبل وسيرفير، وهذا نفسه حسب ما ثبتناه هو بصير طريقة الادخال تبعك، واضح؟ يعني يمين يسار هي بكالي لينجولي. بكلي لا يمين يسار هان يمين بكلي للاسنان من هون بالنسبة ولينجولي للسن للاسنان من هون، بكون بكالي لينجولي. بكالينجولي، فهمنا؟ يمين يسار، واضح؟ اما نحن بنحرك مين؟ التيبل اللي التابل تبع مثبت هاني. عليها على السيرفير اللي مثبت عليها الكلاس، واضح؟ واضح دكتور. ميرا اللي كانت تحكي، ميرا مبين انك مش حاضر الفيديو. لا ما حضرته دكتور صراحة، اه واضح، هذا من الحكي اللي حكيته امبارح أنا انا بجاوب. عارف بس انت مش حاضر الفيديو، انا عارف اني من الحكي اللي حكيته امبارح، بس لازم تشوفيه عملي على الفيديو، لازم حضرت الفيديو، انا اودي لكم شيء بعرف شو بودي. بحضر يا دكتور بعد المحاضرة إن شاء الله. حضري. اذا فاحنا بدنا نحدد اذا كان مقدار الاندر كات اللي قسناه احنا مساوي على اليمين على اليسار بنخليه على الزيرو، فهمنا؟ لا بدنا نساويهم بنحدد يمين يسار، بنغير يمين يسار. خلصنا منه هذا الحكي، بدنا نيجي على الانترفيرنس. والله بعد ما حددنا شايفين زي الصورة هذه واحنا ندخل فيه كان ضارب في منطقة منهم، هذه انترفيرنسز
هذه المنطقة الانترفيرنسز واحنا ندرس فيها، بنلاحظ بالسيرفير انه في اندر كات هنا في المنطقة هذه، في اندر كات مش راح يدخل معانا، راح يضرب، وهيك النتيجة. هنا عندنا حلين، الحل الاول انا يعني شفناه والله في حدود الانامل، نيجي بنسوي البريباريشن وبروح هذا الاندر كات، هي حلنا، او سيرجيكال على السوفت تيشو حلنا، او سوينا بلوك اوت بنحله ده الصغير، بس ما زبط معانا شو بدنا نضطر نسوي؟ بنغير البث او في انسيرشن. بنغير الباث اوف انسيرشن من اول لجديد، بنعود نبدا من اول نقطه، فهمنا؟ بنغيره بنشوف تاثيراته على الـ على الـ على الجايد بلينز وعلى الريتنتيف ارياز، واضح؟ فهن هذه سواء على التوث او على السوفت تيشو بدنا نغير، يا بنسوي بلوك اوت او بنسوي بريباريشن او بنغير مين؟ بنغير الباث اوف انسيرشن. نفس الصوره هذه شايفينها؟ ممكن يكون مش من البارالل وولز ومش من الريتنتيف ارياز الكلاس تبعنا، يكون ضارب شويه هون، شايفينه في الكلاس اللي هون، هذا الكاسب اللي موجود هان، شو بنسميها؟ المفروض انترفيرنس اريا. انترفيرنسز، فهمنا؟ هذا الانترفيرنسز الموجود اللي بيسبب لنا اعاقه في طريقنا، ممكن نيجي بالبريباريشن تبعتنا نحفه في حدود الانامل ويدخل، اوكي ما دام دخل وثابت 100%، بس هذا الحكي احنا بنكون مصممينه قبل. فاذا هذه البريباريشن تبعتنا سويناها وعرفنا انه جينا بالسيرفير لاحظنا انه صارت بارليل، هي اللي كانت منعت لنا الباراليزم وسويت لنا اندر كات، حفناها وزبطت خلص، هاي الانترفيرنسز شلناها باي بريباريشن. على السوفت تيشيو شلناها باي سيرجيكال وخلصنا. طب لاحظنا انه ممكن نسوي بلوك اوت الها، بنسوي بلوك اوت، بس ما زبط هالحكي هذا كليته، بدنا نضطر نغير كل الباث انسيرشن، واضح؟ اه واضح دكتور. كمان هنا صورة بتبين، هاي هو ندخل فيه من هون ضارب، وين ضارب؟ عندنا في الكاسب، ممكن نسوي لها بريباريشن صح ولا لا؟ وتدخل هيها دخلت، او اذا كان في عندنا منطقة هون في اندر كات، وهي المنطقة شايفين مسويت لنا اندر كات، شو بنسوي لها؟ بلوك اوت، صار عندنا مسافة بسيطة، مش مسافة بعيدة ولا مأثرت لنا على مين، تسوي لنا امباكشن للفود، نسوي لنا تحشير للفود هنا، ولا هي مأثرة على الاستيك، ممكن نسوي لها بلوك اوت اذا كانت على الاستيك. ما زبط هالحكي كله، بنغير الباث، واضح؟ واضح يا واضح حبايبي؟ واضح. العنصر الرابع اللي بدنا نراعيه الاستاتيك. الاستاتيك زي ما حكينا، والله اجينا شفنا الجايد بلينز ممتازه، وحركنا انتيرير بوستيرير عشان نظبطه ونصير البارلل، ويجينا ميلنا يمين يسار عشان ايش؟ عشان يكون عندنا ريتنتيف اريا متساويات، بس لما جينا رسمنا السيرفي لاين طلع هان نازل شويه على الكناين، بدنا نحط كلاسب على الكناين، بصير لما نضحك شو بين؟ يبين منفضل. ايوه ما بينفع، احنا مهمتنا نكون ليس فيزبل، ما يبين من مره، واضح؟ فلما ما فعشان هيك قدامنا حلين، يا بنغير الديزاين بدل ما يجي من اكلوزال نصير نجيبه من فوق هذا الكلاس جينجيفالي ابروتش كلاس، ما زبط بدنا نغير كل مين؟ كل الباث اوف انسيرشن، بدنا نخليه يميل يمين او يسار حتى نرفع السيرفي لاين تبعنا، واضح؟ واضح دكتور. ايوه وهيك احنا وصلنا لحديت البيربس اوف دينتال سيرفي. شو رايكم ناخذ بريك عشان نلحق نصلي الظهر كمان، ما نصليش الظهر ماشي؟ تمام دكتور بصير. يلا ناخذ بريك لحديت الاربع الثنتين ونص ماشي؟ تمام دكتور تمام. تمام دكتور الله يعطيك يعطيكم العافية. العافية، ربع ساعة ماشي حبيبي، يلا.
ايوه السلام عليكم، خلينا نكمل معاي انتو. معك دكتور. ابراهيم السيرفير ذا سيرفينج ذا دياجنوستيك كاست، يعني اكثر عمليه احنا رايحين نتعرض لها احنا خصوصا، اللي هي بدنا نعمل سيرفينج ذا دياجنوستيك كاست، الكاست اللي هو احنا بعد فيرست فيزيت. الفيرست فيزيت اللي سوينا دياجنوزس تريتمنت بلان بروجنوزز، يعني حطينا بارشلي ايدنشالس بيشنت، وهذا البارشلي ايدنشالس بيشنت كان كلاس 1 او كلاس 2 وات ايفر والموديفيكيشن تبعه. وبعدين اخذنا امبريشن، لما اخذنا امبريشن صبينا هذا الامبريشن، ولما صبينا صار عندنا اناتوميكال كاست او دياجنوستيك كاست بدنا نسميه، واخذناه على السيرفير. فاحنا بدنا نسوي سيرفينج له، هذا احد اهداف او اعمال السيرفير. بعدين كونتورنج الوركس باتر، يعني بعد مرات لما احنا بدنا نسوي كراون، خصوصا الاسنان المتبقي او الاسنان الاباكمنت تيث اضطرينا نسوي لها كراون، فهو بده يساعدنا في انه يكون هذا الكراون بارلل البروكسيمال سيرفيس تبعته بارلل، فعشان بارلل مع الاذر بروكسيمال سيرفيس. فاحنا بيساعدنا الواكس نايف زي ما شرحنا عن الواكس نايف، فانه خبيه بارلل تو ايتش اذر. كمان السيرفينج سيراميكس فينيرز، لما احنا هذا الفينير بدنا نسويها في الفيكست بروستودونتيك وبدنا نخلي لها الباث في انسيرشن او بارلل تو ايتش اذر، فبنستخدمها حتى نسوي موديلنج ال البليسمنت اوف ذا انترنال انتاتشمنت. بعد مرات بدل ما نحط كلاسب احنا بنطلع من هنا سكي في هذا الكراون، نسوي كراون نطلع له سكي، وبيجي الدنشر تبعنا بقعد في السكي هذا، فعشان يكون البارلل تو ايتش اذر مين اللي بده يحطهم يثبتهم؟ السيرفي، لانه لازم يكون بارلل تو ايتش اذر، لو كان هيك السكه تبعته هيك مايله تدخل. الو دكتور لا ما بتدخل، فعشان هيك ضروري نستخدم السيرفير فانه يحط لنا هذا الاتاتشمنت بارلل تو ايتش اذر، لان كراون نفس البروسيس تبعنا او الدنشر تبعنا. البليسمنت اوف انترنال ريسيت، الريسيت تبعتنا لاين ويكون فيه، فهذا اللي بده يحدد لنا المنطقه هذه كمان تكون 100% بارلل وذ ذا كومبليت وذ ذا ريست نفسها اللي موجوده في، يعني الريسيت هي المنطقه الموجوده في السن، في الموجود في السن بده يجي فيها الريست، فهي بده يكون بارلل تو ايتش اذر. فاحنا بدنا نستخدم السيرفير في اللحظه هذه حتى نكون بارلل تو ايتش اذر في السن. وكمان الماشينينج كاست ريستوريشن، زي حكينا مثلا احنا عندنا اباتمنت للاسنان وهذه ات شود بي بارلل، حتى خصوصا في ناحيه الامبلانت، الصوره اللي وريتكم اياها لا يمين ولا يسار، فالاباتمنت ممكن يكون مايل هيك، فاحنا بدنا نسوي له شويه بريباريشن نخليه بارلل مع الاذر اباتمنت. فهنا ماشين زي المايكروموتر بيتثبت على شو اسمه على السيرفير، بصير اسمه بارالوميتر ومنحفه. فعشان هيك هذا احد الاعمال او البيربس اوف يوزينج سيرفير. والسيرفي ذا ماستر كاست، الماستر كاست اللي احنا بدنا نشتغل عليه بدنا نسوي له سيرفينج حتى نحدد الباث اوف انسيرشن. كل هذه الوظائف بقوم لنا فيها مين؟ السيرفير، واضح؟ البيربس اوف دنتال سيرفير هاي كلهن، هذول الشرح اللي انا حكيته. الان بدنا نيجي على ستيب باي ستيب بروسيجر للسيرفينج. سيرفينج بروسيجر this may be divided into the following phases، يعني مرحلتين. على المرحله الاولى بدنا نسوي initial سيرفينج، بدنا نسوي analyzing سيرفينج، وفي الاخير شو بدنا نعمل؟ final survey. بدنا نعمل final سيرفينج. ليش؟ بدنا نعمل فاينل سيرفينج. شو يعني الانيشال سيرفينج؟ الانيشال سيرفينج يا جماعه ركزوا معي عشان اشرح، وبتشوفوا الفيديو، اللي شاف الفيديو بكون سهل. بنحط الكاست على وين؟ على بنحط الزيرو تيبل. على التيبل تبع السيرفير تبعنا. لما نحطه
نستخدم الانالايزنج رود، هاي الانالايزنج رود قبل ما نميله، لا يمين لا انتيريرلي ولا بوستيريرلي ولا يمين ولا يسار، باي فيجن فهمنا، بنسوي اناليزس باي الانيشال سيرفيينج، بنسوي بالانيشال سيرفيينج بنجيب بالانالايزنج رود. رسمنا شيء لا لسه ولا إشي دكتور. ولا شيء عشان ما نخربطش حالنا، مره نغيره يمين مره نغيره يسار، نحط السيرفي لاين على محله، بعدين نسوي كل لما نصل لمرحله الاستيتيك انه نلاحظ انه بنفعش، هيك بنصير راسمين عليه. فشو بنسوي؟ بنيجي اول شيء بالانالايزنج رود بنحطه على البروكسيمال سيرفيس، بنشوف اذا هين بارالل معناته بارالل صح ولا لا، بنغير البوزيشن أول لا إذا كانوا برا لا برا برا لا اذا مش بارالل بغير البوزيشن وبشوف اوكي، وبحط عندي ملاحظات اني لازم اتغير في البروكسيمال سيرفيسز. احنا قاعدين بنحكي عن الجايد بلينز، البروكسيمال النقطه الاولانيه، وبحط ملحوظه عندي لازم نغيرها في البوزيشن الانتيريور. باجي على مين؟ باجي على الانترفيرنسز، بشوف هاي شفنا اول شيء هنا البروكسيمال بالانالايزنج رود، بروكسيمال بالانالايزنج رود بيحتاج ولا ما فيش تحتاج؟ بيحتاجش، ما بنغير، بس ما برسم الساعه، ما برسم ولا شيء في الانيشال. باجي للمرحله الثانيه بشوف الانترفيرنسز ماشي؟ أنا يا دكتور. الحين نشوف الانترفيرنسز عشان يشوفوهم قبل ما تشوفوهم. الحين هذول البوابة بشرح فيهم الصور. الانترفيرنسز قبل الانترفيرنس الاندر كات اريا، بدنا نشوف الريتنشن مثلا. قبل ما ارسم ولا خط باجي بالانيشال سيرفينج بحط الانالايزنج رود تبعي عوين، بحط الانالايزنج رود على البروكسيمال سيرفيس على لا البروكسيمال، شو هو اول مره على البروكسيمال لمين؟ لا الجايد بلينز صح ولا لا؟ خرباش دكتور. على الجايد بلينز، اما في الاخير لما نيجي بدنا نحطه على مين؟ قبل ما نرسم، هذا غلط ان نرسم الحين، انا بحكي على الانيشال، قبل ما نرسم بس عشان تعرفوا الفكره، بنحطه على البكال سيرفيس واضح؟ في البكال في سيرفيس شو بدنا نشوف الحين احنا؟ قديش المساحة اللي بدها تيجي عليها الكلاس؟ بدنا نشوف الريتنتيف ارياس، مقدار الاندر كات على اليمين هل يساوي مقدار الاندر كات على اليسار او على كل الاباتمنت دي. اذا لاحظنا انه مقدار الاندر كات على اليمين اللي هي مقدار الاندر كات بالاندر كات كيج يساوي مقدار الاندر كات على اليسار، في داعي اغيره في البوزيشن يمين يسار؟ لا لا. فانا بحط ملاحظه اني ما بدي اغيره، وباجي بالعين بشوف مثلا انا سويت الحين خلصنا، او اذا لاحظت انه مش ايكوال بغيره في اي بوزيشن. رايك كيف؟ انتيريور بوستيريور شو الانتيريور بوستيريور؟ في الريتنتيف اريا انتيريور بوستيريور على البكل رايت وليفت شمال يمين رايت وليفت. لحد الان انا ما رسمت ولا حاجه لان كمان في عندي متغير فهمنا، بطلع بالانالايزنج رود في عندي انترفيرنسز، والله هالانترفيرنسز بقدر اسوي لهم ليميتيشن بالبريبريشن او بالبلوك للاندر كات، معناته انا ثبتت البوزيشن تبعي فهمنا. بظل في متغير اخر عشان الساعه ما ارسم، باجي بشوف على الانتيريور تيث تبعاتي اجى السيرفي لاين تحت، معناته بينفع هالحكي؟ لا ما بنفع اذا بيبين راح يبين، فعناته بدي اغيره. لحد الان ما انا غيرت، بس لاحظت لا والله السيرفي لاين تصورته انه راح يطلع عالي، فاذا تصورته انه راح يطلع عالي معناته البوزيشن تبعي كويس، معناته انا اذا وصلت لمرحله انه في عندي جايدنج بلينز وباراليل وولز مع بعض وعندي ايكوال ريتنتيف ارياز وبقدر اسوي افويدنج للانترفيرنسز وهالكلام كله بيطلع لي اياه من ناحيه استاتيك مش مبين، بثبت البوزيشن.
فهمنا؟ تمام دكتور. لما اثبت البوزيشن بغير الانالايزنج روت لمين؟ لكاربون ماركر، وبصير ارسم كل السيرفي لاين تبعتي. هذا بعد الانالايزنج تبعتي بصير الفاينل ايش؟ فاينل سيرفي. الفاينل سيرفي، لما ارسم السيرفي لاين ولما احدد انه وين المناطق اللي بدي اسوي لها بريباريشن، وين المناطق الكذا، هذا السيرفي لاين فهمنا، هذا الفاينل سيرفي فهمنا. مفهوم دكتور. طيب الحين بس عشان نرجع شوي شوي، هاي الصور في شويه شرح ديتيلز. The cast which has been received with the occlusal plane. طبعا بدنا نحافظ على الثلاثات. لاحظوا هان، تتذكروا الصوره اللي رسمت لكم اياها هيها، وقلنا في عندنا شو؟ في عندنا بيز كبير صح؟ وفيرتيكال لا يمكن يدخل صح؟ لو سوينا اندر كات استاتيك لو سوينا له بلوك يكون في للاندر كات. فراغات. ايوه طلع، هاي سوينا البروك لاندر كات، صار في مساحه مش حلوه راح يبين فيها انا فراغات. حلو. لا لا مش حلو دكتور. احسن شيء بالنسبه لنا نسوي سيرفينج له ونغير الباث بانستيرش انتيريرلي بوستيريرلي. فهمنا كيف هذا بصير؟ بدخل ولا ما بدخل؟ بدخل بصير احلى البات بنسيرش تبعنا. محمد دكتور صوتك بيقطع دكتور. الو شباب، فراس. دكتور صوتك لا قطع. دكتور صوتك كان يقطع. لا ارجع دكتور هلا. دكتور عوض علق، احنا مش سامعين اشي. صوتي طالع يا شباب. طالع شباب دكتور بس بقطع شوية. الو الو دكتور. دكتور. دكتور دكتور سلام. الحين لازم يكون سامعيني، سامعيني يا حبايبي؟
سلام سلام دكتور. سلام دكتور. والله كويس ماشي. طلع على حبايبي، انا بدي اطفي، مع انه انا عندي فايبر بس بدي اطفي التصوير الفيديو عشان يكون اسهل علينا. ماشي تمام دكتور راحتك. طيب يلا. طيب الان سامعيني انتوا؟ دكتور سامعينك. الان بدي اعيد النقطه هذه. الان عندنا البوزيشن، عندنا هنا زي ما احنا شايفين عندنا البيس تبعنا اقل من الاوبننج بين الاسنان، ما بدخل فيرتيكالي. امامنا حلين، يا بنعمل هنا بنعمل بلوك اوت للاندر كات وتطلعوا شكله كيف بصير. شايفين صار في عندنا شو؟ في عندنا فراغات، وهذا إشي مش حلو ولا لا؟ صح دكتور مش حلو. عشان هيك بدنا نغير الباث اوف انسيرشن تبعنا. بطريقه تغيير الباث اوف انسيرشن هي اللي بتخلينا نعمل، او كان زي ما قلنا انه نقسمه قسمين، وهذا الكلام مش عمل واضح. فاحنا دخلناه انتي بوستيريور لي بعدين انتيريور، واضح هيك بتغيير البوزيشن تبعنا. والانترفيرنسز بدنا نسوي لها ليميتيشن، حكينا يا اما بنسوي ليميتيشن او بنغير، والجايد بلينز والريتنشن كل هذا الكلام شرحناه، وبده يكون في عندنا له ناخذه ان كونسيدريشن. بعد ما نكمل هذا الحكي بدنا نسوي الفاينل سيرفيينج، نيجي نرسم بعد ما ثبتنا البوزيشن تبعنا، معناته لقينا احنا الباث انسيرشن تبعنا. بعد ما ثبتنا وثبتنا الباث انسيرشن تبعنا بنيجي بنرسم كل السيرفي لاين تبعتنا بالماركون بالجرافيك ماركر او بقلم الرصاص اللي نثبته، وهيك احنا بنكون خلصنا الفاينل سيرفي. وفي نقطة أخيرة، كيف بدنا نثبته الفاينل سيرفينج ونعرف على أي بوزيشن؟ حتى لو شلنا إحنا وبعد ما نرسم هذا السيرفي لاين، بعدها بنجري عملية الديزاين. سامعيني يا شباب؟ سامعينك آه دكتور سامعينك. سامعينك دكتور سامعينك. طب كيف بدنا نثبته الحين؟ في عملية اسمها، هذا كل الشرح عبارة عن شرح للي حكيته. عشان نثبته في البوزيشن هذا، حتى لو شلنا الكاست ورجعنا الكاست بدنا نثبته في هذا البوزيشن. بنيجي بالسيرفير بنحط ثلاث نقط، تو بوستيرير وون بوستيرير، اللي هو ميثود اوف ريكوردينج ذا ديجري اوف تيلتنج. حتى لو شلناه وعودنا نعرف، ما بنعرف على اي بوزيشن كان، صح ولا لا؟ دكتور ما بتحرك احنا بعدين. بننزل السيرفينج انالايزنج روت او الكربون ماركن تبعنا، بنحط ثلاث نقط. اذا لمسن في ان واحد ثلاث نقط، لو شلناه وعودنا رجعناه، هل يمكن يلمسن الا في هذا البوزيشن؟ لا، واضح. فمستحيل يلمسن الا في هذا البوزيشن لانه مثبت من هان. اذا لمسن واحد اثنين ثلاث، معناته احنا ضمننا هيك انه يرجع لنفس البوزيشن اللي احنا ثبتناه، واضح. شو اسمه هذا؟ ترايبود ميثود، واضح يا شباب؟ واضح واضح. او الميثود الثاني، احنا شو بنسوي في الانالايزنج رود؟ بنسوي من يجي على الكاست من اليمين وبنحط خط، وعلى الكاست من اليسار بنحط خط في نفس البوزيشن. لو شلناه بنرجعه، اذا بلامس في نفس البوزيشن على الثلاث خطوط، معناته هذا هو البوزيشن تبعنا. ما لامس بدنا نضل نرجح ونترجع على البوزيشن تبعه لمسه. فهمنا؟ فين يا دكتور؟ اذا بعد ما احنا سوينا فاينل سيرفينج وحطينا السيرفي لاين، نقدر نحط الكلاسب ولا ما بنقدر نرسمه؟ الو تفضل. المفروض لانه الكلاس بيعتمد على السيرفي لاين، الفير تيب تبعه، الفير تيب تبعه بده يجي في الاندر كات اريا، والاندر كات اريا مين اللي بحدد لنا اياها؟ السيرفي لاين. طيب احنا رسمناها بعد ما حددنا كل شيء ولا لا؟ بعد ما حددنا كل شيء. فهيك ضمننا انه كل الدنشر تبعنا يدخل في تم المريض حسب البوزيشن اللي احنا حطيناه، فهمنا؟ وما يتعارض معاه لا الجايد بلينز ينزلن ولا الريتنتيف تيب،
تبعت الكلاس بيتعارض معه. هيك احنا بنكون ضمننا الباث اوف انسيرشن بناء على الباث اوف انسيرشن تبعنا. حطينا طبعا وبناء على السيرفيه تبعنا خططنا وصممنا كل اجزاء الار بي دي تبعتنا. فهمنا؟ مفهوم دكتور. عشان هيك بعدها بدنا ننتقل لمين؟ للكومبوننتس. ورايحين احنا نشوف انه الكومبوننتس تبعات الار بي دي بتعتمد على السيرفي لاين وعلى الديزاين. بناء على السيرفي لاين والديزاين تبعنا بدنا نحدد الكومبوننتس تبعتنا. واحنا نبدا في الديزاين، نبدا نستحضر في ذهننا الكومبوننتس تبعات الار بي دي ونختار. نبدا في الميجر كونكتر وبنشوف وين السيرفي لاين تبعنا وشو طبيعه المريض تبعتنا وتبعنا شو طبيعه الانفلر ريج تبعنا وشو طبيعه الاندر كات وبنختار الميجر كونكت. بعدها بنيجي على مين؟ بنيجي على الريست، معناته بنختار احنا الاليمنت اوف سبورت اول شيء وبعدين الاليمنت اوف ريتنشن. فهمنا؟ اه فهمنا دكتور. وبنيجي على السيرفي لاين، بناء على السيرفي لاين بنيجي بنرسم وبنختار الكلاسبات اللي بدنا اياهم وانواع. عشان هيك سموثلي راح ننتقل انا وياكم وراح يبين كل تاثير السيرفي لاين والباث اوف انسيرشن على مين؟ راح ياثر على الديزاين وعلى اختيار الكومبوننت اوف ذا ار بي دي. ننتقل سموثلي الحين احنا نعرف بالضبط كيف الكومبوننت اوف ار بي دي بدنا نعرفها وبدنا نبدا نختارها. وهذه المحاضرة الجاية الحين اللي عندنا سامعني يا فراس؟ اه معك دكتور، سامعينك. دكتور راح الصوت، مش سامعينك. اجى الصوت الحين كان ضغط على الميوت. اه اجا دكتور. اذا الان سموث للمنتقل حتى احنا نختار حسب الباث اوف انسيرشن تبعنا وحسب الفاينل دي سيرفينج والسيرفي لاين بدنا نبدا على الديزاين وبنبدا نختار الكومبوننتس تبعنا. يعني عشان ان يمكن في اولها لما اعطيتكم صور له شفتوه شو هالديزاين هذا كيف انا بدي افكر فيه كيف كذا وزي الشبكي ومنظره زي العنكبوت وزي زي الباتمان. لا هو كومبوننت كومبوننت. فهمنا؟ فاول شيء احنا بنبدا في الكومبوننت في مين؟ في الاليمنت اوف سبورت. واكبر اليمنت اوف سبورت إلنا وبيحتملنا في السبورت مين؟ الميجر كونكتور. ايوه ثانك يو. فعشان هيك بدنا نبدا احنا في الكومبوننتس اوف ار بي دي. الكومبوننتس اوف ار بي دي بدنا نبدا بشكل عام في الميجر كونكتور، وبعد الميجر كونكتور نيجي على الماينر كونكتور، بعد الماينر كونكتور نشوف الدايركت ريتينرز والاندايركت ريتينرز والاكلوزر ريست والسادل ريتينشن اريا. نيجي على الميجر كونكتور. الميجر كونكتور رايحين نتحدث فيه احنا عن الديفينيشن، عن الفانكشن اوف ميجر كونكتور، عن الريكويرمنت اوف ميجر كونكتور، رايحين نحكي عن الكالتشر ميجر كونكتور، عن تسميتها حتى نحفظها، وعن الماندبل ميجر كونكتور، وعن الماكسيلري ميجر كونكتور. عبارة عن أنواع كثيرة بناء على الحالة اللي عندنا والمريض اللي عندنا بدنا نختار له، وعلى الديزاين على السيرفينج والباث انسيرشن تبعنا نختار مين؟ نختار الميجر. واضح؟ واضح اه دكتور. واضح. احنا مرتبين نجي على الديفينيشن. فراح نحكي عن الديفينيشن وعلى الريكويرمنت وعلى المانديبل وعلى الماكزيلا تبعنا. الديفينيشن تبعه ذا ميجر كونكتر از، احنا طبعا يا شباب انا في الاوفر فيو شرحت لكم اياه وفي الانترودكشن شرحت لكم اياه، بس الحين بدنا مور ديتيلد ونعرف كل الانواع. واضح؟
واضح اه واضح. دكتور. دكتور تمام دكتور، ميجر تمام. كونكتر، ثانك يو. الميجر كونكتر is that the part of the RBD join the components part of one side to the other side of arch in the opposite side. It is the unit of the RBD to which all other parts of are directly or indirectly attached. فهمنا؟ فكل البارتس اوف ار بي دي مالها بده يجمعها وبده تتصل فيه، فهمنا؟ فهو الهيكل المعدني الاساسي تبعنا. واضح؟ واضح دكتور. الماينر كونكتر بالعكس هو عباره عن لينك، عشان بس نفهم، هاي عندنا الميجر كونكتر وفي لينك بيجمع الماينر، بيجمع الاذر كومبوننتس اوف ذا ار بي دي مع الميجر كونكتر. اللينك هذا شو اسمه؟ الماينر كونكتر. ماينر كونكتر، فهمنا؟ او البروكسيمال بليت انا كمان ماينر كونكتر، معناته ميجر كونكتر ماينر كونكتر تفرع منها ريست، ميجر كونكتر ماينر كونكتر تفرع منها مين؟ كلاسب، ميجر كونكتر تفرع منها سادل اوف ذا دينشر، ميجر كونكتر تفرع منها ماينر كونكتر واجل على السادل ايريا على اللينك والريست. معناته هو بيسوي لي يونيفيكيشن وبجمع لي كل كل البارتس اوف ار بي دي شود بي اتاتش ذا ميجر كونكت. واضح؟ اه واضح دكتور. هاي الميجر كونكتر للبلد انتيرير بوستيريرلي ستراب بنسميها، اسمه ميجر كونكتر، مسوي لينك مع الماينر كونكتر ومع الريست، ومسوي لينك مع مين؟ باي ماينر كونكتر مع الكلاس. مع الكلاس والريست. ايوه الفانكشن اوف ماينر كونكتر بيسوي لنا يونيفيكيشن، يعني وان يونت بيخلي لنا اياه وبصير اكت از ا وان يونت. فهمنا؟ البارشال دينشر اكت از ا وان يونت بيسمينا كونكت وذ ذا فيريس مع اذر بارتس اوف ذا اوف ذا اوف ذا ار بي دي، بيسوي لنا كروس ارش ستابيلايزيشن، يعني بده يجي من الجهه الارش اليمين يخترق اليسار مثل ما يجي على الجهه الثانيه، فبيسوي لنا كروس ارش ستابيلايزيشن، بخليه في عندنا ستابيليتي، يعني بيمنع عندنا حركه اللي هو الليفرج حركه، انه يطلع من محله كانه عتله، هو اللي بده يمنع الحكي هذا بالكروس ارش ستابيلايزيشن اللي بيعطينا اياه. بعطينا بريسنج، تحشير element of on one side of the each other، لانه بده يطلع منه كمان الماينر كونكتر، فهمنا؟ ويسوي لنا تحشير في منطقه مين؟ في منطقه السادل اريا، providing stability of the other، شايفينه؟ بين بين هذا وهذا. against الهوريزونتال ستريسز. وزي ما احنا شايفين الحين بيسوي لنا ستريس ديستريبيوشن، يعني بوزع لنا القوه distribute the function loads to the both teeth and mucosa. واضح؟ كل القوة بدها تتوزع عليه، هو اللي بوزع لنا كل القوة على كل الميتال فريم ورك. واضح يا ابراهيم؟ واضح واضح دكتور. الماكسيلر ميجر كونكترز from tooth tissue supported RBDs provide some support وبروفايد شوية ريتنشن اند indirect retainers، خصوصا اذا اجى على الانتيريا صار في حركه اوب بمنع بضرب هان، زي ما احنا شايفين مثلا في المثال هذا، شايفين هذا جزء من الميجر كونكتر، لما يصير حركه على البوستيريور تيث على اللي هون وبده يتحرك يمين ويسار، وين بضرب؟ بضرب في الميجر كونكتر، ميجر كونكتر بضرب في في الانتيريور بارت، بمنع الحركه ولا ما بمنع؟ بيمنع بيمنع. ايوه بسوي لها بريك، فهمنا؟ بمنعها، وهذه الحركه بصير ان دايركت بسموها ريتينشن. واضح؟ بعطينا وظيفه ان دايركت ريتينر، مع انه الوظيفه الاساسيه تبعته شو هي؟ سبورت. سبورت، بس في التصاميم تبعتنا ممكن انه يمنع الحركه الجانبيه اللي هو ان دايركت، بصير اكت از ان دايركت ريتينر، لما بده يتحرك يمين اللي بيمنع الحركه هذا وبيعمل له ستوب، فهمنا؟ بريك بيسوي الستوب، بيعمل له في المنطقه هذا لما يصير في عندنا ضغط هون ما بخليه يتحرك يمين يسار. طيب
الريكوايرمنت اوف ميجر كونكتر، ما دام هو بده يحمل القوه كلها هيتها. واضح؟ اشوف في حدا بس في الويتنج روم، دقيقه. لا كلهم موجودين، ليش بضل ازمر يعني. الريكوايرمنت اوف ميجر كونكتر ريجيديتي، ما هو بده يحمل كل القوه تبعتنا، لازم يكون ريجيد، معناته فانكشن از وان يونت، معناته لازم يكون ريجيد. ولا ما مش ريجيد يا جماعه، ما هو بس اذا مش ريجيد بصير يتحرك يمين يسار وما بوزع لنا القوه. No interferences with the tissue، ما لازم يجي مع التشيو من مره، هذا معدن بجرح، فعشان هيك should not enter the undercut area. بصير يدخل في الاندر في الاندركات اريا الميجر كونكتر؟ ايه لا دكتور، اذا دخل ما بيطلع وبيجرح لنا اياها، فعشان هيك avoid by changing. كيف بدنا نحل المشكله؟ نسوي avoiding by changing the path of insertion او by using block out للاندر. شايفين هاي سوينا بلوك اوت للاندر حتى ما يدخل فيه. واضح؟ واضح دكتور. هي هذه كمان معناته كمان non interfere with the tissue avoid terminating on، ما لازم يتوقف عند او يصطدم في the free gingival margin، مش لازم يدخل عليها، لازم يكون cross 90 درجه. relief used to minimize the impingement، يعني انه نسوي relief هون حتى ما يسوي اصطدام. relief، لاحظوا في كلمتين، في عندنا block out لما يكون حجم كبير وبدنا نسويه، الريليف يعني بنحط لاير اوف واكس يا دوب زي البلاستر، حتى زي الريليف اريا في وين؟ في الكومبليت، في لما الكومبليت، كنا نسوي الكومبليت. ايوه، حتى ما يصطدم في السوفت تيشو. شايفين زي المنطقه هذا ما احنا شايفين هون، ماله هذا؟ دقيقه تيجي. هاي ريليف اريا، شايفين منطقه الميد لاين، avoid terminating on the hard structure such as the midline palate structure or the mandibular tori. Please relief. في المنطقة هذه لازم يصير في عندنا relief. المنطقة هذه one gauge of wax. فهمنا؟ layer of wax، layer بسيط جدا يا دوب زي البلاستر، حتى ما يصير عندنا هاي ايش يا حبايبي؟ ما يضغط عليها، ما يضغط على السوفت تيشو. ايوه، ما يضغط على السوفت تيشو. فالمناطق هذه شو بنسوي لها؟ بنعمل لها ريليف. واضح؟ زي ما احنا شايفين هون avoid terminating on the lingual frenum، نفس الشيء الميجر كونكتر مش لازم الفرينم تصله، ها لازم نرفعه لابعد حد بيصل فيه الموبايل تيشو، سواء الفرينم او the floor of the mouth. soft tissue movement must be allowed care for intraoral examination. فعشان هيك لازم احنا شو نعمل؟ لازم نيجي نقيس هذا الموضوع. شايفين؟ ما بيصير بالمطلق يكون في عندنا مثلا مسحات locate the margins away from the pre-gingival margin eliminate traps في المنطقة هذه والفود كوليكشن ما يكون في عندنا فود كوليكشن. فعشان هيك مش لازم اذا كانت المسافه هذه كبيره نيجي نعمل لها بلوك على اندر كات، لا بدنا نسوي تشينج ذا باث اوف انسيرشن. كمان لما بدنا نوضع الاكريل، هذا الاكريل مش لازم يكون طالع عن الميجر كونكتر، في داعي له هذا الاكريل اللي مطلعينه؟ ها لا بعطينا ريتنشن ولا بعطينا ستابيليتي، بس بده يسوي لنا يجرح مين؟ السوفت تيشو، يشرح السوفت تيشو. ما في داعي له. واضح؟ واضح، يعني بيشبه الاشياء اللي بنسويها في الكومبليت دنشر. بالضبط، ما هو كليته نفس ال ها نفس الشيء. ما بده يكون في عندي line angles and it should be smooth and rounded. The border should not be interfere with the speech. شايفين؟ المناطق هذه smooth and round. بدنا نيجي للتسميات تبعته عشان نحفظ انواعهم والتسميات تبعته.
الميجر كونكترز ار نيمد باي ذير لوكيشن اور شيب. لوكيشن ار ماكسيلري مانديبل، وعلى الماكسيلري، على الماكسيلري وين بدها تكون، وعن ماندبل وين لوكيشن تبعها. وكمان الماكسيلري ميجر كونكتر ار لوكيتد اون ذا بالات. الماندبل ميجر كونكترز ار يوجوالي لوكيتد ان ذا لينجوال سيرفيس اوف ذا ريدج. بشكل يعني نادر جدا ماندبلر ميجر كونكترز لوكيتد ان ذا ليبيال الفيلر ريدج اريا اور اور اندر ذا انتيرير بارت اوف ذا تانك. بعد مرات انتيرير، مع انه راح يبين معانا، بس ليش اخرى شوي بنعرف الانديكيشن لما ما يزبط معانا لينجوال. وفي حالات مالها، في حالات نادره جدا. الميجر كونكترز ار شيبد، شايفين عشان نعرف تسمياتهم ونحفظهم عن غيب. الميجر كونكتر ار شيبد از ا بارز بار، فهمنا، او صفيحه، يعني عباره عن معدن بار او صفيحه اللي هو بليت، فهمنا، بار اند سترابس او بليت. البار شيبد ميجر كونكترز از لونج نارو اند ثيك ان كروس سكشن، بيرز ار هاف اراوند or half oval or half pear in shape. The thickness of pear should be at least 6 degree gauge، يعني تقريبا 6 و11 مليمتر. And the greater in the greater dimension the minimum width of is البار تبعنا ممكن يكون 4 مليمتر. But usually they must usually be wider than the this for the advocate rigidity. لازم يكون rigid. نيجي نطلع عليهم ونشوف. بنلاحظ احنا عندنا البار لما نحكي عنه اللي هو shape of bars، شايفين هذا بير او هذا راوند، او عندنا هنا البير شيب او نص راوند، كله حسب الحالي، حسب البوزيشن اللي بدنا نروح. كمان عندنا الستراب اور بالاتال شيب او بليت، سوري البليت اللي هو الصفيحه، فهمنا. ميجر كونكتر از لونج وايد اند ثين، ذا ويث اوف ذا ستراب اوف ذا بليت ما بين 6 الى 8 ملم، تو انتاير لينث اوف ذا بالات the blade. طبعا كله بشكل عام. The thickness thickness position of the strap or blades is من 22 ل 24 جيج، تقريبا من 0.4 من 0.6 ل 0.5 ملم. الحين هذا الشكل تبعه strap or palatal shape، كيف بدنا نستخدمهم وامتى بدنا نستخدمهم. في عندنا كمان نوع ابرون، شايفين مش بس يميرة سمعتني؟ سمعت الدكتور. الابرون شايفين غطى جزء من الاسنان. ابرون غطى مش بس شوي من الالفيلار ريدج، لا غطى من الاسنان. ليش بدنا نستخدمه؟ بعد مرات عندنا في اللور، شايفين اللور التنك بكون ارفع وصلنا للاسنان اللي شو اسمها هذه اللينجوال فرينا، معناته ظل عندنا مساحه الحين لينجوال بار. لا دكتور فيش مسافة، فعشان هيك بنضطر ان نحط الميجر كونكتر على الاسنان. في الحالة هذه اسمه صفيحة، لما الصفيحة تبعتنا تكون كبيرة بنسميها ابرون، فهمنا؟ تمام دكتور. هذا احد الانواع. اذا عندنا الماندبلر ميجر كونكترز وهذا شكله، بدنا ناخذ انواعه يا حبايبي الحين. هاي الماندبلر ميجر كونكتر، هاي الماندبلر ميجر كونكتر، وبدنا نشوف انواعه. لاحظوا انه في 3 جروب للماندبلر ميجر كونكتر، ولازم اي مريض نختار منهم. واحد اللينجوال بار، اثنين اللينجوال بليت الصفيحه، الكونتينوس بار. يلا نتعرف عليه. اللينجوال بار اللي هو ذا موست كومن ان ذا ماندبل، شايفينه سيمبل، واضح قوس هيك، وما بيسوي لي اكيوبيشن لمساحه كبيره، ولا بغطي الاسنان ولا بغطي شيء، فهمنا.
هذا the most simplest and most common in the mandible. فهمنا؟ use whenever possible. وين ما بنقدر نستخدمه بنستخدم. ليش؟ لأنه simple زي ما قلنا ما بغطي جزء من الأسنان ولا بغطينا كفرج كبير وبقوم بالفانكشن تبعتنا. واضح؟ واضح دكتور. كويس. شو اسمه هذا الماندبلر ميجر كونكتر؟ اللينجوال بار. هاي لينجوال بار وهاي لينجوال بار. طيب بس دقيقة، ليش مش لاحظوا ان اللينجوال بار الشيب تبعه، شوفوا كيف الديزاين تبعه، شيب شايفينه الشيب تبعه فلات اون ذا تيشو سايد، هيو فلات شايفينه. هذا بير من جهه اللينجوال، ليش شكله هيك من جهه اللينجوال؟ عشان اللسان دكتور. عشان هيك شكل اللسان، لما ندفعش اللسان ولا نبعد اللسان ونخلي اللسان بشكل طبيعي lies on the major connector. فهمنا؟ with a thin edge toward the teeth. شايفين؟ اللينجوال بار السايز تبعه اكلوزا الجنجيفالي من 4 ل 6 ملم، الثيكنس من 1.5 ل 2 ملم. الحين احنا لازم نعرف انه الانفيريور بوردر اوف ذا ماندبل اللينجوال بار تبعنا، البيشنت ليفت ذا تانج، لازم نروح على البيشنت ونقيس زي كنا بنسوي البوردر مولدنج. Lift the tongue, activate the floor of the mouth. بنسوي measurement from the tip of the probe to the pre-gingiva وبنقيسها وبنسجلها وبنبعثها للتكنيشن، بنقول له انه هذه المسافه وبنحط له الخط. فهمنا؟ لما نحط له الخط معناته ممنوع انه اللينجوال بار ينزل عن هذا الخط. اذا نزل شو بصير؟ بضرب باللسان او بالفرينه مو بصير يجرحه، واذا كان اللسان ممكن يرفع لنا اياه كمان يطلع لنا اياه، بس احنا في الـ في الـ في في الـ في الميتاليك في عندنا ريتنشن كبير، فمش راح يرفعه. مين اللي راح ينجرح؟ اللسان. فعشان هيك احنا هذا موضع الفرينم وموضع الفلور ذا ماوث ضروري جدا ان نبعد عنه. في الاخير اذا كان واصل الفرينم لهون راح نضطر نستخدم نوع ثاني مش لينجوال بار. فهمنا؟ لينجوال ايش؟ قبل شوي شرح اللي بيجن على البليت دكتور، لينجوال بليت. فهمنا؟ فاحنا هنا بناخذه وبنشوف بالضبط شايفينه وين صنعناه لاخر نقطه فيها موبيليتي. واضح؟ اللي هو البوزيشن بيلو ذا فري جنجيفال مارجن از فار السوبيريور بوردر من 1.5 ل 2 ملم or more than gingival margin. قديش نقدر نبعد عنه؟ بنبعد عنه اذا كان في معانا مساحه. ما كان معانا مساحه بدنا نضطر الانتيريور ميجر كونكتر moves toward tissue as the posterior portion is loaded. كل ما كان الاسنان اللي ورا خلفيات صار عليهم ضغط بده يضرب هذا، شايفين؟ كانه بده ينزل. فهمنا؟ space needed more when the rigid is less vertical. الحين هذه المنطقة عشان هيك شو بنسوي لها احنا حتى معاها؟ نعملها vertical أكثر دكتور أو بنرفعها؟ المريض من دار أبوه vertical بيجيك، يعني مش احنا بنعملها. بدنا نسوي هنا ريليف، تتذكروا؟ نحط واك كان ما يضرب، عشان يكون بعيد عنه ما يضرب. فهمنا؟ هذا شكله عند، هذا شكله مين؟ عند المريض هيك، وهذا شكله عند المريض هيك، حسبه احنا بدنا نعمل avoiding by relief. هيو eliminate impingement الاصطدام تبعتنا، wax spacer يعني بدنا نسوي relief placed on under major connector. فهمنا؟ one thickness، شايفين الثيكنس تبعه؟ يعني يا دوب ملاحظين هون بين الاسنان حطينا لاير كبير، بس هون one thickness يا دوب. تتذكروا شو حكيت لكم؟ زي البلاستر الجيج تبعه 3 جيجا عشان تتوقع تتصوروا. فهمنا؟ فهذا بدنا نسوي له بلوك اوت حتى احنا
ما يصطدم هايو، وصنعناه في تحتيه one layer of the wax حتى ما يصير في عندنا الاصطدام. تعالوا تاني نيجي لمين؟ لللينجوال بليت. اللينجوال بليت lingual bar with the extension over the cingulum of the anterior teeth use where a lingual bar cannot be used. وين ما بنقدرش نستخدم احنا اللينجوال بار نضطر نستخدم مين؟ اللينجوال بليت. اللينجوال بليت، فهمنا؟ هذا اللينجوال بليت ليش استخدمناه؟ زي ما قلنا ما في مساحه، لما رفع لسانه ورفع الفلور ذا ماوث بطل عندنا مساحه، فاضطرينا نمده على وين؟ نمده على السنجلوم، فهمنا؟ بس لاحظوا اي شايفين جاي على السنجلوم برضه مغطيها، شايفين؟ طب ليش مشيناه من هون هيك؟ طبعا البوتنشال امبيجمنت فور ذا لينجوال بار كبير، هاي فلور اوف ذا ماوث، عشان هيك الانديكيشن تبعتنا هاي فلور اوف ذا ماوث ارتفع لفوق، البروميننت لينجوال فريمنم، اللينجوال توراي، في عندنا لينجوال توراي تو عظم في اللينجوال، فما بنقدر نسوي على اللينجوال بار تبعنا، فبنضطر نرفعه على وين؟ على الاسنان، عشان هيك نستخدم الصفيحه المعدنيه تبعتنا على الاسنان. واضح ليش نستخدم هالانديكيشن؟ واضح دكتور. واضح دكتور. A lingual plate rest at each end of the lingual plate prevent forces being directly facially easier denture tooth addition. كيف بعد مرات بفيدنا؟ بفيدنا انه احد الاسنان اللي موجود انخلعت، نقدر نضيف على البليت نفسه ونلزق في سن، فهذا احد الخواص تبعته، انه لو وقع، لو في سن انخلع وصار له اي شيء بنضيف ولا ما بنضيف عليه؟ منضيف. منضيف. هذول الثلاث شغلات اللي بعطينا يعني ايجابيات لللينجوال بليت. طب دكتور مش ممكن يعمل ضغط على الاسنان لا الطبيعيه الموجوده؟ بنخليه باسف، ما حكينا احنا ما بضغط على الاسنان، يا دوب يلامس الملامس، تتذكروا؟ باسف ما بضغطهم. الان اللينجوال بليت فاريشن مي بي شو ثرو اوت ذا امبريجر. شايفين احنا شو مسويين الحين؟ حطيناه على السن، طب ليش ما كملناه هون؟ ما في فراغات، اذا كملته هي شو بصير؟ بتطلع عليه ممكن يحسر ما يقدرش. او بصير مبين، بتطلع عليه بصير مبين، فاحنا بنسويه على كل سن لحال، فهمنا؟ هذول الفاريشن تبعته، هذه اسمها ابريجر، امبريجر لحالها جاي، فهمنا؟ كل على بعضها بصير اسمها بليت. في عندنا كمان نوع ثالث اسمه كونتينيوس بار ريتينا او كينيدي بار او دبل لينجوال بار. امنا بنستخدمه اللينجوال بار هو عباره عن لينجوال بار with the secondary bar above the cingulum. هاي لينجوال بار وفي عندنا secondary lingual bar above the cingulum، فهمنا؟ السكندري بار act as an indirect retainer. لما احنا نشعر انه في عندنا زي ما احنا شايفين في الصوره ديستال اريا كبيره، فيش عندنا لا 6 anteriors، اذا صار في ضغط على الديستال اريا واكل وين بده يتحرك؟ هذا روتيشنال موفمنت، فهمنا؟ لانه مساحه كبيره فيش الا 6 anteriors، صح ولا لا يا فراس؟ مظبوط دكتور. احنا بنضيف للبار كمان بار فوق سكندري، لما يتحرك بضرب فيه بيمنعه، هاي بده يتحرك مين وين ضرب؟ صار هذا بده يتحرك هيك بس وين ضربته؟ اللي سوى لها اللي سوى لها للروتيشنال مين؟ في الانتيرير اللي هو السكندري بار، فهذا وظيفته، هذا احد وظائفه. الوظيفه الثانيه تبعته انه بيجمع لنا الاسنان الريميننج توث از وان يونت، بوزع القوه عليها كلها، فهمنا؟ مش على سن واحد، كليتهم بصير نستخدم كانهن مع بعض، فهمنا؟ فهذه الوظيفه تبعته ديستال لونج ديستال اكستنشن، واضح؟ بس في عندنا بوتنشال فود تراب بتوين ذا تو بارز ونورمالي افويدد، واضح؟
الا في الحالات اللي حكيت لكم عنها. بدنا نسوي انه اكت از ان دايركت ريتينر، وفي عندنا ديستال اكستنشن طويل. واضح؟ اللينجوال بار الليبيال بار امتى؟ اكستريملي لينجوال انكلينيشن اوف ذا ريمينينج تيث. الاسنان صاير لهن لينجوال انكلينيشن، جايات لينجوال، فهمنا؟ بقدر ادخل فيهن فيرتيكالي اللينجوال بار. لا دكتور، ما الاسنان بتلك انها اندر كات. فانا ذا اكستريملي اني اقدر ادخله، حتى لو غيرت الباث من سيرشن ما بعرف اسوي. عشان هيك بنحطه ليبيالي. وهذا زي ما حكينا انه سوينج ديزاين از فاريشن الانكلينيشن ار ار، يعني الانديكيشن تبعته كثير قليل وما بنحبذ من مره، فهمنا؟ هيك خلصنا الماكسيلري ميجر كونكتر. بدنا نحكي على سوري المانديبل ميجر كونكتر، بدنا نحكي عن الماكسيلري ميجر كونكتر. هاي الماكسيلري ميجر كونكتر شايفينه، وهاي الماكسيلري ميجر كونكتر، ونفس الاشي له انواع يا حبايبي. هاي الماكسيلري ميجر كونكتر له انواع واستخدامات حسب الحاله اللي عندك. فالماكسيلري ميجر كونكتر انواعه عندنا انتيرير بوستيرير بالاتال ستراب، عندنا فول بالاتال ستراب، عندنا بالاتال ستراب لحاله، عندنا انتيرير بالاتال ستراب. تعالوا تنشوف ونشوف استخداماتهم معايا مأمون. معاك دكتور، معاك. الماكسيلري ميجر كونكتر ترمينيت 4 ملم اور مور فور ذا فري جينجيفال مارجن والبوسيبل. الانتيرير بوستيرير شايفين انتيرير بوستيرير، هذا احسن شيء انتيرير بوستيرير، ماله بعطينا ماكسيم ريجيديتي وهذا شيء كويس لانه بيحمل القوه تبعتنا، بعطينا مينيموم بلك مش كبير اثر اللي على السبيتش. الواحد انتيرير بدنا نحطه فمش لازم يكون في بالك كبير ياثر لنا على السبيج ولا ياثر لنا على الاكل. فاحنا الانتيرير بوستيرير بعطينا هي شايفينه خواص تبعته، ماكسيمم ريجيديتي مينيموم بالك يوز ان موست كيسز سبيشالي عند تورس بالاتينوس. في عندنا تورس نتو عظمه في التراي في البلات في البلات، معناته فيش داعي نغطيه. نقدر نستخدم الانتيرير بوستيرير ولا لا؟ بزبط دكتور، مستعمل بزبط، ولا منأثر عليه ولا منغطي. كمان انارو انتيرير بوستيرير فاريشن اوف انتيرير بوستيرير بالاتال ستراب دبل بالاتال بير كونكتر بار كونكتر ريكواير جريتر بالك اوف ريجيديتي. اذا احنا بدنا نخلي نارو بدنا نخلي الانتيرير بالك اكثر والريجيديتي اكبر تبعتنا حسب الكلاسز تبعتنا وين بده يكون المتوقع الحركه انتيريرلي بوستيريرلي بنصمم. الانتيرير بوستيرير بالاتال بار في شيء اسمه بالاتال بار مور ابجكتبل تو ذا بيشنت، فهمنا؟ الستراب كونكتر بروفايد جريتر ديستريبيوشن اوف فورسز. نيجي الحين على مين؟ على الفول بالاتال. الفول بالاتال لاحظوا امتى بنستخدمه؟ في كلاس 1 وفي عندنا 6 باكس انتيريرز. طب انا من وين كيف بدي اوزع القوه؟ فبضطر هنا اوسع مين الميجر كونكتر يصير فول كفرج للبلد. واضح اميره؟ واضح. واضح دكتور. فبعطينا ماكسيموم تيشو سبورت، بعطينا الكونكترز اوف تشويس لما يكون ان لونج ديستال اكستنشن كيسز، لما يكون في عندنا 6 اور ليس انتيرير تيث ريمين. فبنضطر بدنا سبورت، نضطر نسوي كفرج لكل البلت. هذا شو بنسميه؟ فول بلتال بليت. طبعا الاباتمنت ار بريودنتال انفولد وامتى بنستخدمه؟ الماكسيموم ستريس ديستريبيوشن بدنا اذا فلابي تشو بتتحرك قاعده فما بنفع يسوي الا هيك. عندنا الشالو بلتال
فهمت؟ البلد عندنا شالو، فهمنا؟ مش يو شيب، فشلو. فعشان هيك ما بنقدر احنا نسوي ديستريبيوشن للفورسز الا في الفول بلد، فهمنا؟ بليت شايفينها، او تكون الانتيرير مثلا مش مغطينها. كمان الجريتر ستابيليتي اند ديستريبيوشن نو يوزد وذ تورس. طب اذا كان في تورس بلاتينوس نقدر نحطها؟ لا ما بنقدر. ما بنقدر بالمطلق. increase retention طبعا بعطينا increasing retention لانه بسوي coverage اكثر، فهمنا؟ كمان ال connector should be fabricated of unfairly thin metal, have accurate anatomic reproduction of Ruger, improve strength and rigidity. بدنا نلاحظ انه بده يسوي لنا يعني reproduction للروجيه نفسها، واضح؟ حتى يلامسها 100%. هنا في البلد ما في شيء اسمه ريليف، بده لامس 100% ولا ما بصير عندنا لا ديستريبيوشن للفورسز ولا بصير عندنا ريتنشن، واضح؟ فعشان هيك لازم يكون في ريبرودكشن، اكيوريت ريبرودكشن للاناتوميكال فيتشرز وخصوصا الريجي، واضح؟ يعني حاكي شكل البلد تبعنا. دكتور هيك مش ممكن نضغط على الانسسيف فورامين شوي؟ لا احنا ما بنجيبوش عند الانسسيف فرامن، بنوصلوش للمنطقه يعني، فهمنا؟ مش في عندنا 6 انتيريرز؟ اه صح. مش احنا حكينا عن الكلاس 1، عشان هيك ما في داعي نوصله هناك. تمام عندنا دكتور. او اذا وصل هناك واضطرينا على الانسس فبلا بنسوي له ريلي. الكونكتر شود بي كفر سم اريا كومبليت دينشر بوستيريرلي، زي مناطق الكومبليت دينشر، هاف ا لارج سيرفيس اريا ميوكاس كونتاكت امبروف بوتنشال فور ريتنشن. شايفين؟ لاحظ انه مغطي هنا عندنا على الانسس بابيلا مغطيها. لا بعيد عنها. ليش؟ لانه في اسنان، انا مش كومبليت دينشر، واضح؟ بس اذا كان عندنا العكس، الاسنان الاماميه مش موجوده، بنضطر نغطيها ولا ما بنضطر؟ بنغطيها ونسوي ريليف زي ما انت اه حكيت. ريليف، بس ريليف مش بلوك اوت، ريليف يده بمنع عليها بالضبط. واحنا حكينا في البدايه حكينا مناطق منطقتين بنسوي لها ريليف، اللي هو الماندبل تراي، وشو كمان؟ الميد لاين كمان، تتذكروا؟ السوتشر، المد آه سوتشر. السوتشر الميد لاين، فهمناه؟ ميد بلاتل لاين، فهمناه؟ حكينا الحكي هذا في البدايه. فول بلاتل جنرالي كاست ميتال، بعد مرات ممكن نسويه احنا في الاكليك. البلاتل ستراب، شو يعني البلاتل ستراب؟ يعني مش فول كفرج. يوجوالي يوزد فور كلاس 3 اند كلاس 4 كيسز، وايد انتيرير لبوستيرير. شايفين؟ مش انتيرير بوستيرير، لا بده يغطيني في المنطقه هذه بس مش فول كفرج، واضح؟ في اي كلاس 3، لانه هاي 3 هنا وهنا كلاس 3 او كلاس 4. في شيء اسمه بلت البار، اوعى عمركم تستخدموه، فهمنا؟ ليش نعطيكم اياه؟ عشان ما يجيش في بال واحد منكم انه يقول والله هيني انا بديش اغطي البلد كله، واضح؟ بدي احط هالبار خصوصا في كلاس 3. ليش؟ نارو انتيرير بوستيريرلي الثيك اكلوزال جينجيفالي بلت البار اوبجكتبل ديو تو بالك، فهمنا؟ بصير البلك عالي، مش انت بده يصير عليه ديستريبيوشن فورسز وانت مسوي لي اياه بار، فبتضطر شو تسوي؟ تكبر حجمه. تعملوا هيك اه بدك تكبر حجمه ويصير بالك كبير، فهمنا؟ فارفع لسانك قول ال ام ال، فبصير يضرب فيه فبغرب لنا الفونتكس تبعتنا وما يقدر يتيجي، فهمنا؟ واضح يا جماعه؟ اه واضح دكتور. واضح دكتور واضح. وديس كومفورتبل البلاتال ستراب اور بار never use in cases involving distal extension or replacement of anterior since it is must be made bulk for rigidity. ما بنقدر نسويه وكان في عندنا bulk for rigidity، خصوصا اذا كان في عندنا posterior. relief may be required of the bony midline، لان بدنا نيجي على midline، not use with the torus mandibulus. torus palatinus، واضح؟ عندنا الانتيرير بليت بلاتال بليت،
او بنسميه يو شيب او هورس شو او بالاتال كونكتر، فهمنا؟ هذا بور كونكتر، 100% راح يعطينا بور لانه بوستيريرلي ما بيمسكنا مع بعض، صح ولا لا؟ بوستيريرلي ما بوزع القوه، جايات لحاله. بيجي ناس بقول لك والله سوي لي اياها لان بدي شغلت البلد، مستحيل، لانه شو بده يعطينا؟ ريكواير بالك ان ذا روجي اريا، فهمنا؟ بصير في بالك عالي. ال فهمنا؟ وما بنعرف لا نحكي ولا بنعرف نوكل، فهمنا؟ وير ذا تانج ريكوايرز فريدم عشان يحكي. بس ممكن نضطر احنا في بعض الحالات الانتيريور بالاتال بليت تو فليكسبل allow movement at the posterior، هذا الشغلات تبعته خليه يتحرك. traumatic to the ridge والridge بسوينا trauma إلها. use only where torus palatinus ماله مغطي في الأذر كونكتاز، يعني بنضطر إذا المنطقة كلها هي في عندنا نتوءات عظمية وفي تورس بلاتونس إنه بس نخليه في الأنتيريا بلاتال بليت، لكن هذه الديس أدفانتج تبعه. واضح؟ واضح دكتور، واضح دكتور، يعطيك العافية. يلا يلا دقيقة واحدة بس أتأكد من الشغلة. فإحنا هيك مخلصنا، والمرة الجاية إن شاء الله يزيدك عافية اللي ذكرني، مستعجل مستعجل في راسي. المرة الجاية بنكمل إن شاء الله في الماينر كونكتاز. يعطيكم ألف عافية شباب، بس يعطيك العافية دكتور، الله يبارك فيك. ضروري تحضر الفيديوهات، الفيديوهات مكمل يا حبايبي، وأنا ما بدي أخذ من وقت المحاضرة أحط لكم فيديوهات. الفيديوهات حطيت لكم إياها وين؟ على الجروب، أعطيتها لممثل الدفعة. واليوم إن شاء الله راح أعطيكم كمان فيديوهين عن الماينر كونكتر وعن الميجر كونكتر، اتفقنا؟ بس بالله عليكم تحضروه إن شاء الله. ولا دكتور كلاش. تمام تمام دكتور، يعطيك العافية. يعطيك العافية، أنا سعيد. يعطيك العافية دكتور، الله يزيدك وعافية. مع السلامة. شكرا جزيلا، يعطيك العافية دكتور، شكرا، مع السلامة، الله يبارك فيكم ويحفظكم وربنا ينصركم إن شاء الله يا رب. يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، الله يزيدك عافية بنتي، الله يبارك فيك.